عليكم، معكم بايكر ميت، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هاد المره الاولى اللي غادي نهضر في الفيديو، كنتمنى هاد الفيديو تعجبكم صراحه. ماشي ما كنهضرش، راه كنهضر فاش كنكون صايق وكنغني وكنشطح وكندير شحال من لعبه، ولكن باش ندوي في الفيديو كتجيني مولفش عليا وصافي. المهم معكم بايكر ميد، موطار من تطوان. البايك ديالي هوندا هورنت 600، موديل 2008. ان شاء الله غادي ندير لها تيست رايد باش تعرفوا هذا الموتور مزيان، والناس اللي كتعرفوا راه عارفه عليه موتور بصراحه اللي زوين بزاف، جامع بزاف ديال الحوايج. المهم غادي نخليو له فيديو ديالو ان شاء الله، غادي يكون فيه شي ثلاثه ديال البارتيات. المهم كي داير في الفيراجات و لاكسيليراسيون ديالو في لوطوروت، وحتى وصل المدينه كي داير. المهم صراحه بزاف ديال الاصدقاء ديالو قال لك تبقى تهضر في الفيديو ديالك، وجات الوجيبه، غادي نبداو ان شاء الله ندويو. ونتمنى الدعم ديالكم، الدعم ديالكم هو كل شيء. ومرحبا باي واحد، اي مطار مرحبا به في الشمال عندي يضرب الفيراجات ولا صراحة خلينا والفيراجات ديال الرماني ولا شي حاجة. باغي تضرب الفيراجات اجي الشمال اخويا، اجي الشمال اخويا تضرب الفيراجات، الفيراجات اللي زوينين بزاف وفيراجات نقيين، ماشي تمشي تقتل راسك. الناس اللي كتمشي للفيراجات ديال الرماني او بزاف داكشي. انا بصراحة انا شخصيا ما مشيتش لتما، الا مشيت راه غادي نمشي غادي بشويه، ولكن باش نبقى نتجارى في واحد الطريق ماشي ديال الجري لا. المهم كيبان لي واحد الموطور سابق لي، واحد الموطور المهم كيبان موطور كبير خاصني نلحق عليه. كتعرفوا داك الحب الاستطلاع خصك تعرف اش هو الموطور هذاك. المهم انا دابا غادي نجيبو لكم، دابا غادي نوصلو ليه. ها كيبان راكب هو ومرسو راه خاطيبتو. المهم ما علينا، صراحة دايرين الكاسك ديالهم هكا، خاصو يكون الموطار ضارب الكاسك. تحية لأي واحد كيضرب ليكيبمون، انا لحقت لك شدو معاك شويه السون، حتى انا جاني القنط بصراحه والله الا قنط في هاد الطريق، طريق خاويه خاصني عام عام نشد السون. المهم تهلا خويا، بصراحه لقيتوني دابا في الطريق ديال وادلاو، انا قريب الدخله ديال وادلاو، الهبطه ديال وادلاو هنا، واحد الفيو اللي زوين بزاف، خصوصا الطريق معروفه حدا الجبال حدا البحر. المهم الطريق زوينه بزاف، الطريق اللي كتدي للجبهه الحسيمه وجده. المهم انا بصراحه فاش كنقنط راه كنجي لهنا، كنجي نضرب الفيراجات وبوحدي قليل فاش تخرج مع الدراري، خصوصا الدراري صحابي كاين بزاف في طنجة. تحية للدراري عشراني ديال طنجة وديال الرباط وكازا، تحية ليكم. كتبان ليا واحد الطوموبيل من مورايا لاصقة باغا تشد معايا الستون، غولف كار. هذا هو النشاط ديالي انا بصراحة، يكون غادي في الطريق ونلقى معاه من نشد
لاصق لاصق نوريوها اش نوريو واش كتسوى الهورنيت. قرب قرب لهنا قرب قرب لهنا نوريو واش كتسوى الهورنيت. قرب 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 يلا زيد. طلع لواحد الدرجة وتصورت وبغى يديرها مع الهورنيط واش بسطي. أول فيديو ندوي في هذا المشهد زوين. المهم نخلي خونا يسبق صراحة ما كانش عليا ندير بحال هكاك يقول. مابقاش باغي كاع يجي. شو هذا فين واقف شو مابقاش كاع باغي يجي. زيد اخويا زيد 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 اخويا زيد زيد اخويا مالك تعصبتي مالك مالك تقلقتي. عرفتي عندي شرطة كتسني أنا غادي ندخل عمر ليسونس. ليسونس كيسني ندخلو نعمرو ليسونس خليكم معايا. المهم من بعد ما عمرت ليسونس لقيتوني خرجت من واد لا ودابا فواحد الفيلاج سميتو قاع سراس كيجي ورا واد لا. دابا انا شاد الطريق ديال الجبهة كنمشي لواحد البلاصة خاوية كنشد فيها الستون هكا انا داير باش تعرفو بايكر ميد مزيان ما مبلي حتى شي لعبة. هادي هي البلية ديالو يهز موطور يخرج يضرب الفيراجات ويرجع في حاله للدار. هادشي اللي كاين كيف ما كتشوفوا هادي هي قاع سراس. شو على فيو اللي زوين بزاف ها البحر ها الجبال الفيراجات. خويا اللي كتمشي للرماني خويا شحال كتضيع من حاجه خليك من الرماني. هذوك ليسونس غادي تمشي تضيعو في الرماني وغتمشي تما وطيح الله قدر الله والله يحفظ. اجي اخويا دار داك ليسونس واجي تضرب الفيراجات ديال بصح وتمتع ويناتك. خلينا بداك الفيراجات ديال الموت. المهم كنتمنى لا فيديو تعجبكم ودعمونا وما تبخلوش علينا. كتروا القلوبة كتروا القلوبة القلوبة وبارطاجيو باش ان شاء الله نديروا شحال من حاجة نديروا لي تيست رايد نهضروا اللي باغي يبدا في شي موطور اول مرة شنو خاصو يدير ماشي حتى المطر الكبار كل شيء المطر الصغار حتى هما نديرو لهم التست ان شاء الله مع الوقت يبان اش كاين. المهم نتمنى منكم تقبلوا عليا هذه اول مره غادي نهضر في الفيديو. نتمنى منكم تقبلوا عليا ودعموا اخوكم اخوكم انا اخوكم انا. يلا صلوا في راسكم نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.